ما حكم الإمام الذي يصلي بالناس ويخطئ أكثر من مرة في حفظه للقرآن الكريم؟ هل يلزمنا أن نرد عليه ولا سيما في التشهد وفي بعض الآيات؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الإمامة في الصلاة لها شان عظيم، فهي منصب عظيم يتطلب مؤهلات شرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة الحديث. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أكبركما. فالإمام يجب أن يكون على مستوى طيب من العلم والبصيرة، وأن يكون من ذوي الكفاءة المناسبة سنا وعلما وفقها حسب الإمكان. والإمام الذي لا يتقن قراءة القرآن لا يكون إماما إلا عند الحاجة، إذا لم يكن هناك من هو أحسن منه. أما ما دام هناك أحسن منه فإنه لا يجوز أن يؤم الناس وفيهم من هو أحسن منه. فيجب على الجهات المختصة التي تنصب الأئمة أن تعتني بهذا الأمر، وأن تراعي الشروط والضوابط التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأئمة، كما في الأحاديث، كما نص عليه أهل العلم. إن الفقهاء رحمهم الله قد عقدوا للإمامة وأحكامها بابا في كتب الفقه، ذكروا فيها كثيرا من الصفات التي يجب توافرها في الإمام، وذلك حسب الإمكان وحسب الأولى فالأولى. والعناية بهذا الأمر لا بد منها. الإمام الذي يخطئ في بعض الآيات يجب أن ينبه، إذا كان تغيب عنه بعض الآيات أو تغلق عليه القراءة فإنه يفتح عليه في الصلاة على من خلفه ممن يحسنون القراءة، أن يفتحوا عليه إذا انغلقت عليه آية. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولما حصل منه صلى الله عليه وسلم في بعض المرات شيء من انغلاق القراءة طلب من أبي بن كعب لما سلم قال: أين أنت؟ طلب منه أن يفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بغيره؟ فإذا كان الإمام قد انغلقت عليه القراءة أو غابت عنه بعض الآيات، فعلى من خلفه إذا كانوا يحسنون أن ينبهوه إلى الآية التي انغلقت عليه، وهذا مشروع. ولكن إذا كان هذا الإمام يكثر منه الخطأ في الآيات ولا يحفظ حفظا جيدا، فإنه يجب أن يستبدل بمن هو أحسن منه إذا أمكن ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.